الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الحمد لله بنعمة الايمان. الحمد لله الحمد لله بنعمة الاسلام. الحمد لله الحمد لله الذي على كل حال. ونشهد ان لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، على خاتم الأنبياء والمرسلين، على نبي الرحمة، على رحمة للعالمين، على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويا الناس ويا الشباب، يتذكر الموت، يتذكر الموت. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: كل نفس صلى الله عليه وسلم: التحفة المؤمنين الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بروف رحيم، ورب حليم. الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وصفهم حيا عثمان، وأخذهم علي، وفاطمة
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وله مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم Amen.